مشاهدينا، امبارح كنا مع بعض، كنا فرحانين مع اوائل الثانويه العامه ومع النتائج وباركنا لطلبه كتير، لكن النهارده عندنا ناس الحقيقه ما عرفتش تفرح. سامح صلاح طالب من الشرقيه من منطقه ولاد صقر حصل على 0 في الثانويه العامه. يعني انا مش فاهمه ايه 0 دي، رغم انه متفوق دراسيا على حسب كلامه، لكن 0 ده يعني اكيد وراه حكايه طويله وغريبه، لانه مفيش حد في الدنيا ياخد 0 الا اذا كان حد مثلا بيعاقبه، يعني او سقط سهوا انه حد حط له 0. يعني ايه 0؟ يعني ايه مدلولها؟ فعلى حسب كلام سامح انه في طالب منازل كان معاهم في اللجنه وعمل مشاكل وقال لهم هغش غصب عنكم وزعق لهم وحصل ضرب ومش عارف ايه وشغب، وبعد ما خلصت اللجان خدهم رئيس اللجنه بعد المشكله ومضاهم على ورق ومش عارفين هو ايه. اتنسى الموضوع، لكن لما جت لحظه النتيجه سامح لقى ان هو جايب 0. طيب ازاي ده حصل؟ ايه الورق اللي مضوا عليه؟ طب ما حدش عارف ولا حد فاهم. طب انا معايا سامح عشان عايز استفسر منه هو ازاي مضى على حاجه هو مش عارفها، صاحب الواقع. اهلا بك يا سامح. اهلا بك يا فندم. ازيك يا سامح، عامل ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. انت اول ما شفت النتيجه لقيت ايه قدامك؟ والله انا اتصدمت، اعمل ايه يعني؟ علوا لي يا جماعه شويه. ها يا سامح، لقيتها ايه يعني؟ انا اتصدمت من النتيجه، انا زمايلي جابوها لي بعد الفجر. ايه يا جماعه علوا؟ طيب بتقول ايه يا سامح؟ انا اتصدمت من النتيجه. لقيتها النتيجه كلها 0. كل المواد ولا كلمه 0 بس؟ 0 نت كل. الو، سامعك بس زعلانه والله، هم يبكي وهم يضحك، يعني مش عارفه اقول لك ايه. والله ما عارفه اقول لك الشعور اللي انا حسيت بيه ساعه ما اهلي شافوا النتيجه. طب وانت يا سامح، الورق اللي جابوه مضوه لكم في اللجنه او بعد اللجنه اللي بتاع الامتحان، انت ما عرفتش طب تمضي على ايه؟ ده انت واحد في ثانويه عامه، يعني المفروض تقرا انت بتمضي على ايه؟ هو كان وقت الهيصه قالوا لينا دي ورق عشان يحميكم ومش يخليكم تتحرموا سنتين بسبب اللي حصل في اللجنه، فاحنا مضينا، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في اللجنه بالظبط. اللي حصل ان احنا عندنا طالب اللي هو 29 سنه دي بتاع المنازل من اول يوم في اللجنه وهو زعيق وتهجيم على زمايلنا والمراقبين، واحنا يعني احنا لو طلعنا النتيجه الحقيقيه بتاعتنا هنلاقيها يعني مش حلوه الصراحه، يعني بسببه كل يوم زعيق، كل يوم امتحان زعيق بسببه هو، اجى يوم التفاضل حالته زادت وزعيق ومش عارف ايه، فزميلي قال له انت مش عارفين نسمع من صوتك. فقام بعد بقى تهجم على زميلي وقعد يضرب فيه ومش حد قادر عليه خالص. ولا المراقبين ولا رئيس الدور ولا اي حد. يعني ده بلطجي بقى ولا ايه؟ هو كان زي ما تقولي شارب حاجه مش فاهمين ليه. طب والمراقبين اللي في اللجنه ما عملولوش حاجه؟ قاعد قادر عليه، قاعد زعق ولكن ما حدش بيكلمه. قاعد قادر عليه خالص. ايه ما حدش بيكلمه؟ خايفين منه؟ مش حد، ورحنا اشتكينا رئيس اللجنه قبل ما المشكله تحصل. وبعدين قلت له ايه؟ حكينا له على اللي بيحصل في اللجنه. وبعدين رئيس اللجنه قال ايه؟ رئيس اللجنه قال عدوا اليومين دول ومش عارف ايه وانا ما اقدرش اعمل حاجه ومش عارف، وقعد يغطي على الموضوع. وايه الورقه اللي مدوك عليها بقى؟ ورقه كده جابوها لنا وقالوا لنا الورقه ديت هتحميكوا وهتحمين مش عارف ايه، واحنا مضينا حسيت انها تحمينا وقلنا هنعدي يعني. كم طالب مضى في اللجنه على الورقه دي؟ اجوا لنا اخر يوم جابوا اللجنه كلها تمضي عليها، ما عدا طالب ما رضيش يمضي عليها لان مش شاف الواقع. وكل اللجنه اللي كانت موجوده كانت نتيجتهم ايه؟ في اللي نازل وفي اللي عالي، مش في نتائج. طب واشمعنى انت اللي خدت 0 يعني؟ يعني انت الوحيد اللي واخد 0؟ انا وزميلي. انتوا الاثنين؟
انت ومين بقى زميلك اللي هو البلطجي ده؟ لا زميل اللي هو انضرب من بتاع المنازل. امال البلطجي ده جاب ايه؟ مش نعرف لدرجات ولا نعرف هو جاب ايه. ما تعرفش يعني جاب ايه؟ لا مش نعرف. وزميلك ده جاب صفر زيك طيب؟ جاب زي صفر. هو جنبك؟ جنبي. دولي. الو الو خالد صح؟ تمام. ازيك يا خالد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ايه اللي حصل يا خالد؟ حصل ايه؟ يعني معقولة يعني واحد بلطجي قاعد في اللجنة وانتوا قاعدين هو قاعد يتخانق مع المراقبين وانتوا عرفتوا تحلوا ولا ما عرفتوش تحلوا؟ عملتوا ايه وايه اللي حصل؟ وورق ايه اللي انتوا مضيتوا عليه؟ واشمعنى انتوا الاتنين بس اللي جبتوا صفر وباقي اللجنة ما جابتش صفر؟ بص حضرتك، هجيبها لك من الاول. هاتها من الاول. اول يوم دخلنا اللجنة عادي، لقينا واحد شكله كبير، يعني شكله ده مش طالب، قلنا يمكن مراقب. لقيناه بقى ايه، قاعد يتكلم كده بطريقه اللي هو بلطجه، يعني ان انا ايه هاخد منكم عافيه، اللي هو لازم تدوني اللي احنا اساسا هنخاف. اديله الاجابه تغششه يعني؟ بالظبط. ماشي. وبعدين كان لسه الوقت ما بداش، يعني لسه المراقبين ما جمش اصلا. تمام. جه بقى يعني معلش زودها معانا ايه طول اليوم، قلنا ماشي خلاص نستحمله. جه بقى معلش يوم ورا يوم نفس الموال ده شغال، قلنا بقى خلاص. جه يوم الانجليزي قلنا بقى احنا ننزل لرئيس اللجان نطلب منه انه ينقله في لجنه لوحده، وده ده اصلا حقنا كاننا طلاب انتظام، ما ينفعش يبقى معانا واحد من ايه من بتوع منازل. صح. طلبنا منه كده. قال لنا معلش لسه 3 ايام خلصوهم ومشوا الدنيا لغايه ما تخلصوا يعني. قلنا له ماشي. جه بقى يوم التفاضل، امتحان التفاضل طبعا تقيل وعايزين تركيز، ده بقى ما خدش ولا كلمه من اول الامتحان. فبقى زي ما تقول الحاله زادت. فبقى قعد يزعق وقصاد المراقبين برضه يزعق والبنات ولينا. انا طلبت منه قلت له معلش انا عايز اركز، ده خلاص انا عايز اركز، الامتحان صعب والوقت خلاص بيخلص وانا عايز اركز. لقيته جه اتهجم عليا. قمنا انا وزميلي دفعنا عن نفسنا عادي. والمراقبين كان ايه رد فعلهم في اللي بيحصل ده؟ المراقبين كانوا بس يا ابني اسكت يا ابني اللي هو ايه معلش اللي هم واقفين وخلاص. يا ابني اسكت يا ابني. طب ازاي؟ طب انا انت دورك ايه كمراقب؟ انك توفر لي جو. طب بقول لك ايه خالد؟ قول لي الصراحه، انتوا المواد اللي قبل كده كنتوا بتغششوه؟ بنغششه؟ لا ما حصلش. هو بيقف من مكانه اصلا، وبيقف هو في صف، واحنا في الصف اللي بينا احنا وهو صف. تمام. واحنا في الصف اللي بعدين الصف اللي في الوسط ده في بنات. هو بيقف للبنات دول وياخد منهم كده، بيقف يعني ايه طالب يقف من مكانه ويقف على تخت البنت اللي جنبه وياخد منه. والمراقبين عادي سايبينه؟ لا المراقبين يا ابني كده ما ينفعش يا ابني مش عارف ايه ما كلام في الفاضي. بس طب بس انا برضو عندي استفسار ومستغربه، يعني اشمعنى انت وسامح اللي خدته صفر؟ ما يمكن بقى المشكله دي، احنا نزلنا يعني بعد المشكله اللي هو جه اتهجم عليا دفعنا عن نفسنا، جه المراقبين ورئيس الدور وبتوع الامن جه خدوه بره. تمام. وكان خلاص الوقت خلص واحنا حلينا، يعني امتحان التفاضل اللي احنا متاخدين فيه اصلا والمفروض مدين على ورق نزلونا تحت، قالوا لنا مدونا على ورق كده وقالوا ايه معلش عشان تحموا نفسكم وتضمنوا حقكم واحنا نحمي نفسنا برضه. تمام عشان نمشي يعني. كنا خلاص خلصنا يعني امتحان التفاضل اللي احنا اصلا مضينا فيه على الورق ده مخلصين. جينا بقى خلاص ماشي. جينا اليوم اللي بعديه دخلنا الامتحان حلينا طالعين مبسوطين. اليوم الاخير بقى دخلنا الامتحان برضه حلينا طالعين مبسوطين الدنيا تمام. وهو معاكم؟ لا هو ما جاش بقى اليومين الاخر. كبر دماغه بقى. ما جاش. راحت علينا وما يمكن. طب انتوا رحتوا المدرسه عملتوا تظلم عملتوا اي حاجه ولا قاعدين ساكتين كده في البيت؟ احنا برضو بنعمل على السوشيال ميديا على قد ما نقدر، ومن ناحيه ثانيه لسه مستنيين بس التقرير بتاع كانها حاله مستنيين التقرير عن سبب الصفر ده عشان نعرف ناخد اجراءات. يعني ايه انا اجيب صفر؟ يعني ايه انا حاضر كل الامتحانات
وطالع من مستنيين التقرير ده منين يعني؟ هو المفروض بيوصل عندنا في الاداره، ما اعرفش اداره ايه، الاداره التعليميه في اولاد صقر. انتوا سالتوا يعني في الاداره؟ لا احنا ما سالناش في الاداره، احنا سالنا رحنا المنصوره. امال انت مستني التقرير ده بناء على ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ ما هو حد قال لنا بقى ان هو لازم رحنا هناك في المنصوره اي حد كده يقول لكم حاجه كده تمشوا وراها؟ انتوا طيبين قوي كده ليه يعني؟ رحنا هناك في المنصوره على اساس لازم تعمل تظلم ولازم ومكتوب وطلب. انا فاهم حضرتك، انا فاهم حضرتك. احنا رحنا هناك المنصوره اصلا يومها على طول، رحنا المنصوره على اساس الكنترول هناك، رحنا قالوا لنا هي بتيجي هناك عندكم في الاداره. احنا رحنا هناك في المنصوره على اساس هناك الكنترول. احنا خلاص رحنا عايزين نعرف ايه السبب. بقول لك ايه يا سامح، اديني سامح، اديني سامح يا خالد. الو يا سامح. قدمت تظلم يا سامح؟ ايه؟ قدمت تظلم ولا انت قاعد فله كده في البيت؟ مستنيين بتوع الكنترول اللي جالوا لينا، استنوا لما النتيجه تيجي لكم على المدرسه. ولا البيت؟ لا على المدرسه. يعني مستنيين النتيجه تجيلكم على المدرسه؟ اه. ما جربتوش بقى تروحوا وزاره التربيه والتعليم تعملوا تظلم هناك او تسالوا ممكن تعملوا ايه؟ اه. ولا تسايبين كده مستقبلكم يضيع؟ لا هنروح. هتروح؟ هنروح نشوف مستقبلنا ونجيب حجم. يا جامد. ماشي يا سامح، هنتابع معاك ان شاء الله وربنا معاكوا. شكرا يا خالد، شكرا يا سامح. والحقيقه يعني عايزه اوجه حكايه الطلاب دول للختام. والدكتور رضا حجازي اكيد مش هيتاخر، ولازم التحقيق في هذا الموضوع، لانه يعني ايه الطلاب بتجيب صفر في الثانويه العامه؟ ما هو زي ما انا قلت في الاول يبقى اكيد ده عقاب، لانه مش طبيعي يعني. يعني تعب اهاليهم طول السنه وهم تعبهم طول السنه، يجوا في الاخر ياخدوا صفر عشان في واحد منازل دخلتوه معاهم ومقعدينه يمتحن معاهم بلطجي في الاخر على حد كلامهم اللي هم بيقولوه، انا حسب روايتهم. فانا بناشد وزاره التربيه والتعليم انها ترد على هذه المشكله. ايه اللي حصل في هذه المشكله؟ ايه حقيقه المشكله؟ وده مستقبل انسان، وبين ايديكم يا سياده الوزير رضا، وانا عارفه انك مش هتسكت غير لما تعرف اصل الموضوع، واحنا مستنيين نعرف اصل الموضوع. وشكرا.